تواصلنا مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام وشوطنا الخامس متى انطلاقة بعون من الله تعالى وتوفيقه وشوطنا الرابع في مجموعة الأشواط مشاهدينا الكرام هنا بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة التي نتابعها من أرضية هذا الميدان. رابع أشواطنا هنا في مسيرة هذا الشوط نتابع رسالة سالم بن صالح بن مسلم العلوي أن تنطلق على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة، بينما المركز الثاني أيضا بنفس الشعار هنا أيضا شعار العلوي من ينطلق بهذه الانطلاقة وهنا والتحديات الجميلة تأتينا هنا حبوبة سالم بن صالح بن مسلم العلوي وهنا أيضا زاخر لسالم بن صالح بن مسلم العلوي بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة والانطلاقات هنا والتحديات، ولكن رسالة من تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، رسالة لسالم بن صالح بن مسلم العلوي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق الجميل والتحديات والإثارة منفردة بانطلاقة هذا الشوط وتحدياته الجميلة ثلاثية هنا مع سالم بن صالح بن مسلم العلوي هنا بهذه الانطلاقات والتحديات هنا أيضا الجميلة هنا أيضا بانطلاق مميز ورائع وجميل هنا بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة ما شاء الله. ها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية معلنة الفوز ومعلنة الناموس، تهانينا لثلاثية جميلة مع هذا الشعار الجميل. المركز الرابع هنا لحمد بن محمد بن حمد بن مصلح لحبابي ودقيقتين و12 ثانية هو التوقيت الزمني.